التصفيقات على عميد فريق اتحاد انا التجميل. نرحي قماح اقدم لاعب في فريق اتحاد انا التجميل، تستحقون هذه الكاس وتستحقون ايضا الصعود لحظيره القسم الوطني هواد. بعد لحظات سياتي الدور على فريق حسنيه نظري وجده. حسنية نظري كان في منافسة شرسة مع مجموعة من أندية التشغيل، أمر يتعلق بعمل حسني وشباب فتح البيضاء، وأيضا هناك أندية أخرى التي يعني نافست حسنية نظري قبل أن يتمكن هذا الأخير من تحقيق حلم الصعود للكسر الوطني الأولى. فريق حسنية نظري فهو ايضا قدم مجهودات كبيره وبذل ايضا يعني مجهودات بقيه الموسم الرياضي قبل ان يحقق الصعود لحظيره القسم الوطني، وتحت قياده المدرب المقتدر قاسم السيمو، ايضا بمعيه كل مكونات فريق اتحاد